الولادة القيصرية عملية جراحية بتجرى لإخراج الطفل من رحم أمه، واللي في الغالب بيتم التخطيط ليها مسبقا، ولكن في العديد من الحالات بتكون بدون أي تخطيط مسبق، وده نظرا لحدوث مشاكل لم تكن في الحسبان سواء للأم أو للجنين. فلو كنت حامل جديد أو في شهورك الأخيرة فهننصحك تكملي الفيديو ده لأخره، لأنه هيجاوبلك على أسئلة كتيرة جدا ممكن تكون بتيجي في بالك، واللي ليها علاقة بمخاطر الولادة القيصرية والأسباب اللي بتخلي الدكاترة يلجأوا لها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مستر جي، معاكم محمد جابر وهاجر مدحت، والنهاردة هنتكلم في أسباب ومخاطر الولادة القيصرية. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير، وده عشان تشجعينا على الاستمرار في تقديم نفس النوع ده من الفيديوهات. تعتبر الولادة القيصرية آمنة نسبياً على الأم والطفل، ولكنها في بعض الحالات بتحمل بعض المخاطر. وبحسب إحصائيات الولايات المتحدة، فواحدة من كل 3 سيدات بيولدوا قيصري، يعني التلت تقريباً. وبيوصي الدكاترة في بعض الحالات بالولادة القيصرية لأنه بيكون شايف إنها هتكون أمان أكتر على الأم والطفل مقارنة بالولادة الطبيعية. وهنذكر لحضراتكم النهاردة أكتر أسباب بيقرر فيها الطبيب اللجوء للولادة القيصرية. بيعتبر توقف الولادة أكتر الأسباب انتشاراً، وده معناه عدم اتساع عنق الرحم بشكل كافي لحدوث الولادة، وده بالرغم من معاناة الحامل من انقباضات قوية ممكن تكون استمرت لعدة ساعات أو أيام. في بعض الحالات ممكن يحس الدكتور إن في تغيرات بدأت تحصل ومؤثرة بشكل سلبي على نبضات قلب الجنين، وهنا بيكون القرار حاسم بالولادة القيصرية لإنقاذ الطفل، ودي اللي بتسمى بالضائقة الجنينية. تالت سبب معانا النهاردة هو وجود الجنين في وضعية غير طبيعية، وده بيكون عن طريق دخول أقدام الجنين أو أردافه في قناة الولادة. ولأن زي ما احنا عارفين إن المفروض راس الجنين هي اللي بتكون في قناة الولادة، فبيدي الدكتور فترة للأم يمكن وضع الجنين يتعدل للوضع الطبيعي، لكن لو فضل الوضع زي ما هو بيقرر الدكتور الولادة القيصرية لاستحالة الولادة الطبيعية. السبب الرابع، حالات الحمل بأكتر من جنين، وفي الحالات دي بيفضل الدكاترة إجراء الولادة القيصرية، زي مثلا الحالات اللي بيكون فيها الام حامل بتوأم والطفل الرئيسي في وضع غير طبيعي، او لو كانت الام حامل بتلات اجنة او اكتر. خامس سبب، لما بيكون في مشاكل في المشيمة، وفي الحالة دي بتغطي المشيمة فتحة عنق الرحم تماما، ومن هنا بينصح الطبيب بضرورة اجراء الولادة القيصرية، بتسمى الحالة دي بالمشيمة المنزاحة. سادس سبب معانا النهاردة، تدلي الحبل السري. في بعض الحالات بينزل الحبل السري في عنق الرحم قبل الطفل، وبالتالي فبيكون في استحالة للولادة الطبيعية. سابع سبب معانا النهاردة، لما بتكون الأم بتعاني من مشاكل صحية زي مثلا أمراض القلب والدماغ، أو في حالة إصابة الأم بأحد أشكال العدوى واللي بتشكل خطر، خصوصا لو كانت العدوى نشطة، وبتكون الولادة القيصرية في الحالة دي أفضل وسيلة للحد من انتقال العدوى من الأم للجنين. تامن سبب معانا النهاردة، وجود انسداد في قناة الولادة. قد تجرى الولادة القيصرية في الحالات اللي بتعاني فيها الأم من انسداد ليفي كبير في قناة الولادة، أو كسر خطير في الحوض، أو إذا كان حجم رأس الطفل أكبر من المعتاد. تاسع سبب معانا النهاردة هو خضوع الأم لولادة قيصرية مسبقاً. في معظم الحالات بيفضل الطبيب الولادة القيصرية إذا كان تم توليد الأم قيصرياً في حمل سابق. السبب العاشر معانا، وجود خطورة على الطفل. تشكل الولادة الطبيعية خطر على الطفل في حالات معينة، زي مثلا عدم حصول الطفل على كمية كافية من الأكسجين، أو التفاف الحبل السري على الجنين. السبب الحداشر والأخير، لما بيكون في عيوب خلقية في الطفل وبتتم الولادة القيصرية بهدف الحد من حدوث مضاعفات في حالة استمرار الولادة، وده في حالات مثلا زي وجود سوائل زايدة في دماغ الطفل أو أمراض القلب الخلقية. وبعد ما وضحنا الأسباب اللي بتؤدي لولادة قيصرية، هنوضح لكم بصورة سريعة جدا بعض المخاطر اللي ممكن تصيب الأم والطفل، وهنقسمهم لنوعين، مخاطر على الأم ومخاطر على الجنين. مخاطر الولادة القيصرية على الأم بتكون زيها زي مخاطر أي عملية جراحية كبرى، واللي بتشمل الجلطات الدموية، احتمالية النزيف، رد الفعل السلبي تجاه التخدير، العدوى وإصابة جراحية في المثانة أو الأمعاء، الانصمام بالسائل السلوي، التهاب الرحم، مخاطر على الأحمال المستقبلية، وتمزق الرحم بطول الجرح اللي أحدثته الولادة القيصرية.
وحدوث مشاكل في المشيمة في المستقبل. وبرضه بيكون في بعض المخاطر اللي ممكن تحصل للطفل، زي مثلا تطور مشاكل تتعلق بالنفس، خاصة في الحالات اللي بتجرى فيها الولادة القيصرية قبل الأسبوع 39 من الحمل. تجمع السوائل على الرئتين، وده بيحصل لما بتتم الولادة القيصرية قبل موعد الولادة، والسوائل دي بتختفي تلقائيا بعد يوم أو اتنين من الولادة. تعرض الطفل للإصابة خلال العملية، ويعتبر الخطر ده منخفض الحدوث لو تمت العملية مع دكتور شاطر وفاهم بيعمل ايه كويس. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم الحلقة وحابين نقدم لكم حلقات تانية مماثلة، اعملونا لايك وشير للحلقة، وده عشان تشجعونا نقدم نفس النوع ده من الفيديوهات. ولو لسه أول مرة تشرفنا في القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. كان معاكم محمد جابر وهاجر مدحت، ونشوفكم الحلقة الجايه.